كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات يجب على المسلمين أن يتضافروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشي في حاجة أخيه أو من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والآن ننظر كثير من المساعدات حتى من الدول الإسلامية، حتى التي كانت متشاحنة والتي كانت متشاجرة، في هذه الأوقات تتضافر وتتلاحم وتساعد بعضها بعضا. كيف تنظر إلى هذه المساعدات؟ تنظر أن بالفعل العالم الإسلامي بشكل أو بآخر بدأ يستوعب الدرس، بدأ على الأقل شعبويا بدأ يدرك حقيقة الدنيا، بدأ يتضافر بشكل أو بآخر، بدأت تعود روح الوحدة في العالم الإسلامي؟ وخلينا نقول لحضرتك، لما بنيجي نشوف هذه الظاهرة، يعني ظاهرة فيها الروح الإنسانية والفطرة الإنسانية وروح الشفقة دايما على الإنسان الإيه؟ على هذا الإنسان اللي هو اللي بيتعرض لهذا الظرف السيء، فتجد إن الجميع يتحرك بفطرته الإنسانية ويقوم يتضافر ويدفع ويقوم يتبرع وكذا إلى آخره. هذا أمر جيد. المجتمعات الإسلامية بروح الإسلام فيها، لأن هذا واجب ديني وتكليف ديني من الله تبارك وتعالى ومنهج من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ده حق وواجب علينا بقى، وإن هذا الواجب واجب مستمر، يعني واجب مستمر ومقنن عندنا في شريعة الإسلام، وله مصارف محددة في مصارف الزكاة المحددة. هذا أمر جيد. ولكن خلينا أقول لحضرتك، يعني أمر مهم جدا، يعني إحنا انتفضت الإنسانية وانتفض المسلمون لنصرة ما تعرض له إخواننا في تركيا وفي سوريا. طيب، منذ عقود طويلة ومنذ سنوات ومنذ شهور ومنذ أسابيع ومنذ أيام وعلى مدار الساعة تنتهك حرمات الله، ينتهك منهج الله، تنتهك عقيدة التوحيد، ينتهك حرمات الإسلام في كل مكان، وما فيش هذه النفرة ليست موجودة. احنا بقى عايزين هذه النفرة تمتد إلى العمق، إلى النفرة إلى الإسلام، إلى الدفاع عن عقيدة الإسلام، عن قيم الإسلام. شوف حضرتك، مثلا أنا ذكرت لحضرتك النظام القيمي لنظام العولمة بيعمل إيه. لو رجعنا دلوقتي عدد الحروب، هم بينتهجوا حاجة اسمها الحرب الهجينة، وعاملين سياسة اللي هي إيه، بدل ما بيعمل صدمة ويموت فيها 20-30 مليون زي اللي حصل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، لا، هو بيعمل عملية تفكيك لمنظومات دول ولمجتمعات، وبيعمل عمليات قتل وتهجير وتفريغ مدن منها على مدار سنوات وعلى مدار عقود، لأنه عامل خطة طويلة الأجل. يعني أنت لو جيت تجمع على مدار العشر سنين اللي فاتوا وتشوف اللي قتل، اللي هم بقى الدول الغربية دي يعني اللي جابت بعض المساعدات وجابت بعض الحاجات، ما يغركش هذا الأمر. كل لديه أجندته السياسية، لازم نفصل هنا، لازم نفصل. هم لديهم أجندة سياسية بتقول المليار الذهبي، أجندة سياسية بتقول السيطرة على العالم، أجندة سياسية بتقول القضاء على الأديان في الكرة الأرضية، أجندة سياسية بتقول الإنسان وليس الأسرة هو وحدة المجتمع والشذوذ وكذا وكذا إلى آخره. لازم نعي ذلك جيدا، وما يغروناش 7-8 طيارات جابوا شوية معاناة. قال لها: طب ما أنت لسه قاتل لي 2 مليون، طب ما أنت لسه مدمر لي 4 مدن، طب ما حالة دي مدمرة، ما مش حالة دي من عدة شهور، دمرت تماما وسويت بالأرض، وعندك مدن كثيرة جدا في العراق ومدن كثيرة جدا في سوريا. يعني عايزين ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، أمر جيد ونشكرهم عليه، لكن برضو ننتبه ونكون يقظين جدا وعارفين ما يدار إيه، ما يدار حولنا. هناك مشروعين في العالم، هناك مشروعين على مدار الساعة، هناك مشروعين على مدار التاريخ الإسلامي: مشروع الإيمان وغير مشروع الإيمان. أيا كان هذا المشروع، أيا كان غير مشروع منهج الله، هو غير منهج الله. هناك صراع دائم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والآن فسدت الأرض بنسبة كبيرة. فعلى أهل الإيمان أن يستيقظوا وأن يتحدوا ويحتشدوا لنصرة دينهم، ليس لذاتهم ولا لقوميتهم ولا لأوطانهم، ولكن لله تبارك وتعالى وللإنسانية كلها، لأنه ليس لهذه الإنسانية إلا هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين هو هذا الدين. خلينا أقول لحضرتك حاجة، كلما في مؤشر بقى، يعني لو في متسع كنت أشرح لحضرتك هذا الأمر،
مؤشر الإيمان، مؤشر تطبيق القيم القرآنية، مؤشر سيادة القيم القرآنية في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. إيه اللي يحصل؟ يوم ينتشر على العالم الرحمة والسكينة والطمأنينة، تقل الحروب، أعداد القتلى تقل، أعداد الوفيات تقل، مستوى رفاهية المجتمع يزيد رحمة للعالم، لكل المجتمعات. ساعتها ستجد، يعني تجد الآيات، قوانين اللي ترجع بقى القوانين الله تبارك وتعالى، إن تجد حتى هذه الزلازل والبراكين وكذا 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 إيه تخف، يخف منسوبها، ولنا أن نراجع. حتى هيقول لي لما كان فيه أيام، يعني على مدار التاريخ الإنساني بتيجي كوارث وبتيجي نكبات وبتيجي كذا. أيوة، هي علامات من الله تبارك وتعالى، هي إشارات من الله تبارك وتعالى، هي تخويف من الله تبارك وتعالى لكل مجتمع من المجتمعات ولكل جيل من الأجيال.